أنا أحمد بوزير، عمري 27 سنة، مصمم جرافيكس ورسام جداريات. درست جامعة في ماليزيا، جامعة مالتي ميديا. بعد آخر برزنتيشن لي في الجامعة أخذت شنطتي وطلعت رحلة باك باكينج لمدة 30 يوم. رحت شرق ماليزيا، وخلال الرحلة هذه كنت أتنقل بين المدن وأعرض على الهوستل إنه أرسم في الجدران مقابل السكن والغذاء والطعام. قبل سنة تقريبا كان في أثر جاليري عندهم حاجة اسمها منحة فنية Art Grants، فقدموا فيها كثير ناس، كان في أكثر من 200 متقدم. تعرض عليهم بروبوزل ويناقشوا الفكرة ويعني يشوفوا إذا أنها كويسة أو لا، والحمد لله يعني كنت أنا من الناس اللي اختاروهم. بس تواصلنا مع الجهة المشرفة لملعب الروضة، حديقة الروضة في جدة، ويعني رتبنا إنه متى نقدر نبدأ نرسم وهذا. فخلال ذيك الفترة أنا كنت متوظف هنا في الرياض في شركة، فكنت كل ويكند أروح وأرجع لجدة. في حين مثلا كنت أروح المطار، الطيارة تروح علي فاضطر أنام في المطار، يعني كذا كان وضع صعب شوي، بس الحمد لله يعني جاب نتيجة في الآخر. طبعا زمان في البدايات كانت الناس عندهم نظرة نوعا ما سلبية، أو إنهم ما هم متقبلين الشيء هذا، يعني يشوفوك أنت ترسم مثلا في الشارع أو في مكان يقولك مثلا إيش هذا اللي تسوي، يعني روح سوي حاجة تانية أحسن. حاليا دحين الحمد لله يعني في كتير ناس متقبلين الفكرة، ويعني السعودية بشكل عام عندها اتجاه كويس في مجال الفنون، وفي دعم كثير للمواهب، ويعني الحمد لله الوضع أفضل بكثير من أول يعني.